والله معانا من جديد في برنامج هاتريك. طبعا البعض منكم قاعد يتابع مباريات كاس العالم المانيا والبرازيل، وانا محكور هنا داخل الاستوديو انطر مشاركاتكم. لكن الخبر اللي وصلني على الواتساب قبل شوي ان النتيجه كانت 5-0، وما صدقت، حسبالي نكته ولا فيق الطينه، طلعت سالفه صج. لغايه هذه اللحظه انا للحين ما ادري كم النتيجه وصلوا المانيا مع البرازيل، وش اللي صاير بالضبط ما ادري. عموما كل شخص راح يشارك معي على الهواء يا ريت يعطينا ابديت على موضوع النتيجه. عموما راح نتواصل معاكم خلال ساعه من الوقت في برنامج هاتريك للمشاركه في برنامج هاتريك. كل اللي عليك انك تتواصل معنا بارسال مسج على ارقام هواتف هاتريك، ومن بعدها الشباب الكترو راح يتصلون عليك وتشارك معنا الهواء وتفوز بكل الجوائز اللي موجوده، وان شاء الله واحد منكم يكون فال الهاتريك. هذه ارقام برنامج هاتريك للمشاركه، وبعد الارقام نتواصل وياكم في برنامجنا. حلو، نرجع وياكم في برنامج هاتريك. وايضا يعني للحين الاخبار وصلتني ان النتيجه للحين 5-0 البرازيل، 5-0 يعني طيحه نيمار مو لهالدرجه. عموما خلونا نتواصل معاكم. بدايه نشكر ما نشكر، يلا نقول الو. ها الو جمانه. الو، حياك الله. الله يحييك، وكل عام وانت بخير. وانت بخير بصحة. تتابعين كاس العالم ولا لا؟ يعني نص نص. يعني وايد. تابعتي المانيا والبرازيل قبل شوي؟ لا والله ما تابعت. ما تابعت، يلا يقولون 5-0 المانيا والله يستر. عموما جاهزه للكاش؟ ان شاء الله. يلا هذه 100 دولار ونبدي معاك اول لعبه. روحي اي رقم تبين. قرب الكاميرا؟ ها قربناها اكثر من كذي بعد؟ لحظه خلنا نشوف. يلا. ها عادة القاعدة هي اللي تطيح ولا بالنص؟ والله انت وحظك، يعني اذكر البارح او اول البارح من اول سحبة طاح البرج، فانت نقي الرقم وان شاء الله حظك يكون حليو ويانا. يلا الاختصار 25. 25. 25 لا والله وايد سهل طلع ويانا ال 25. جمانة لك فرصة ثانية، ليش فرصة ثانية بعد وثالثة إن شاء الله بالفوز، وركزي معاي بالسؤال. يقول لك أين يقع مقر المنظمة الدولية للمعايير واسمها الآيزو؟ آيزو، هل في سويسرا ولا ألمانيا ولا بريطانيا؟ المنظمة الدولية للمعايير الآيزو. الآيزو في سويسرا. عندكم اختيارات؟ قاعد اقول لك في سويسرا ولا المانيا ولا بريطانيا؟ اسرع. سويسرا ولا المانيا؟ الوقت قاعد يروح. سويسرا. سويسرا صح يا جمانه عزل. يلا تعالي معاي للجوائز. يلا فوقه من 1 ل 20 نقي بطاقه. من 1 ل 20؟ من 1 ل 20 يا جمانه. نختار رقم 2. رقم 20. هذه جائزتك مضمونة، تمام؟ نعم. جائزتك ضمنتيها رقم 20. دوبلي الجائزة واختاري مفتاح من 1 ل 30، قولي. رقم 2. المفتاح 2 ولا البطاقة 2؟ لحظة لحظة. هو في بطاقة ومفتاح، خلاص خلنا على 20 يلا. يلا خلنا على 20، المفتاح أي رقم؟ المفتاح 4-5. 5؟
يلا اكبش اكبش. يلا كبشنا الخمسة. جمانة، يقولون الشباب اليوم زايدين الشيلة بالصناديق، يعني ان شاء الله حظك يكون حلو. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب تدوبلينها يا جمانة. وهذا رقم خمسة. افا لا والله ما صدتيها. عموما فزتي معنا بكبون مقدم مطعم الساحة، بالإضافة إلى كبون من بلبيري. حلال عليك يا جمانة، وهذه البطاقة كوناها. وما يندرى للحين 5-0 مو 5-0، والله قشرة 5-0. عطنا ألو. ألو صالح. صالح ألو. هلا والله، شلونك أخي؟ هلا فيك، الله يسلمك. يسلمك ويعافيك، وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. صالح قاعد تتابع اللعب ولا لا؟ والله قاعد أتابع اللعب. بشر، ها شنو صاير؟ والله للحين 5-0. للحين؟ اي والله للحين. يعني نقول فيها 7-0 8-0. والله ان شاء الله 6-6. 6. والله متفائل. ان شاء الله يا رب. برازيلي شكلك. اي والله برازيلي. بس يا ابوكم الالمان صراحه. والله بعد شو تسوي هذا. يلا الدور. يلا ما يخالف ما يخالف، تعور بس ما يخالف. يلا. اي والله تعور. صالح. تعالات. 100 دولار كاش لك، بس عطني رقم سحبه وطيح العماره هذه. قول. يلا ان شاء الله. اختار ثلاثة. ثلاثة؟ اي. والله شوف، دام انك برازيلي حظك اليوم ما يندرى عنه شلون قايل. يبين. شوف شوف الثلاثة راهية. شوف 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 الثلاثة. يلا. ماشي. ركز بالسؤال. السؤال يقول: يا صالح، كم عدد الرؤساء الذين ماتوا اغتيالا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يلا، 4 ولا 5 ولا 3؟ ساعدني شوية. 4 ولا 5 أهداف ألمانيا ولا 3؟ 5. لا هذيلا الأقوال يا أبوهم عليكم الألمان، غيره. ثلاثة. يا لا صالح برازيلي حظك. لا لا غلط. دام انك برازيلي اليوم ما ادري شنو. زين تعال بعد لك اخر شانس، اخر فرصة. تمام؟ تمام. عطني مفتاح من 1 لـ30، اي رقم تبي؟ 17. شوف المفتاح الوحيد اللي راح رقم 5، وخمسة راح حق الألمان. هذا فقر اليوم. يلا قول. 17. 17. اكبش 17. اي 17. كبشنا 17. والله اقول الله يستر عليكم وما يجيبون عليكم 17 جول الحين. يلا تعال. تعال. 17. وهذا صندوقك. صندوقك ألماني ولا برازيلي؟ صالح. نعم. صندوقك طلع برازيلي فاضي. بعد اقول لك حظكم اليوم اكشر. يلا. لا كلش. يلا هارد لك، ان شاء الله فرصتك الجايه تكون اجمل. كل اللي خسر ويانا لا فرصه يدز مسج ويكثف من المسجات على برنامج هاتريك، وفرصتك ان شاء الله تتضاعف ويانا مشاركه مو بس بحلقه، حلقتين وثلاث. ونقول الو. علي. الو. يا هلا مرحبا. هلا والله. علي انت اليوم برازيلي ولا الماني؟ اول شيء المسخره اللي قاعد تصير التلفزيون، يعني صراحه ربع البرازيل خلي يغيرون القناه، هذا اول شيء. وثاني شيء وين العزا بس؟ كان راح نعزي باكر. ما لهم عزا، 5-0 قشره. بس احتمال يصير 6-7-8 باون يوصل عادي. والله انا اقول الالمان يعني بعد طيحه نيمار واليوم بعد خلاص. خلاص. مو فريق. لا انزين تعال العب وياي الحين. تعال يلا يلا. 100 دولار قول لي. اختار رقم. اختار. 22. كم؟ 22. 22. ايه هذه ال 22. قشره ال 22. ايه بعد على عمري. يلا. العمر كله يا لحظه قشره ال 22. اسحب.
يلا افتح. يطيح طيحة طيحة برازيلية لو ما يطيح طيحة برازيلية؟ لا ما يطيح ما يطيح. والله يطيح. لا والله يطيح. 100 دولار 100 دولار بس هذه مو ألمانية، هذه أمريكية. زين تعال، والله شكله فيك هاتريك اليوم. تعال السؤال يقول دوبل جائزتك، في أي دولة تم اختراع الصوف الصخري؟ بريطانيا. بريطانيا. سؤال ما سمعت عدل. في أي دولة تم اختراع الصوف الصخري؟ بريطانيا ولا ألمانيا ولا البرازيل؟ اختراع شنو؟ أنت عطني بريطانيا ولا ألمانيا ولا البرازيل؟ والله ما سمعت اختراع شنو؟ ما سمع السؤال. لحظة لحظة نعيد له الوقت، نعيد له لحظة لحظة خلي اشوف، نعيد لك السؤال والوقت. لا ترى مو واضح، مو قاعد اسمعك عدل اخوي. تسمعني عدل الحين؟ اي ارفع ارفع صوتك شوية. يلا ركز وياي ركز وياي. يلا. في أي دولة تم اختراع الصوف الصخري؟ في بريطانيا ولا ألمانيا؟ الصوف الصوف. مو قاعد اسمع والله، بس ما يمكن بريطانيا. بريطانيا ولا ألمانيا ولا البرازيل؟ نقلك هذا والله، يا ألمانيا غيره البرازيل. يا الله عليك بريطانيا. بريطانيا قال بريطانيا. يلا صح. يلا بريطانيا. ما قاعد تسمعني، حاول تركز وياي. عطني رقم جائزتك من 1 إلى 20. رين اتفاعل برقم 10. رقم 10. يلا تتفاعل برقم 10. هذه دوبلت الجائزة، الحين أبيك تهترك. عطني هاترك، عطني رقم مفتاح. رقم مفتاح. سبعة. سبعة. يلا اتهقى فيه سبع أقوال على البرازيل اليوم ولا لا؟ والله شكلها واصلة واصلة سبعة. يلا إن شاء الله. يلا تعالوا وياي وإن شاء الله تكون اليوم أول هاترك في حلقتنا. قول يلا. يلا يلا. هذا الصندوق وفتحناه. لا والله فاضي. عموما فزت معانا ب 100 دولار كاش، وايضا فزت معانا بكبون عباره عن سكن ليلتين لشخصين في فندق طوس في مشهد. عليك بالعافيه. الجائزه وايضا الدولارات الكاش اللي تستلمهم مقاطع الكوت في اقرب فرصه. يلا نقول الو. الو محسن. هلا اخوي. يلا حيه شلونك؟ الله يحييك الله يعزك يا رب يسلمك. كنا ضايق خلقك. لا والله حد جار وين الكره؟ اخر طريق الجهاز كامله يا شو يوسف السويد وقاسم حمزه، ما لي شغل بالكره. ما يلا عيل اذا ما لك شغل بالكره لك شغل بالكاش ولا ما لك شغل فيه بعد؟ وشنو؟ لك شغل بالكاش؟ بالكاش يلا ان شاء الله. يلا ان شاء الله. مخرجنا يحيى اشكناني قاعد يقول يلف اللعبه يبي يطيحها شكله وبروح الحين. اي والله زين عشان اشوف اللعبه. يلا 100 دولار كاش نقدي، عطني رقم. الرقم يعطينا زين المخرج عشان نشوف الرقم. عندك من 1 وانت صاعد روح. الرقم 3. 3. اوه 3 اكشر 3 اكشر 3 اكشر. واسحب الثلاثة اسحب. هوب. لا ما يطيح. يلا ماشي. ركز وياي ركز وياي. سؤالك يقول هم في كاش، ما هو أقدم سوق للأوراق المالية في الخليج؟ المالية في الخليج. أقدم سوق مالي. بورصة قصدك يعني. انزين بالكويت اللي هي البورصة، بالكويت ولا السعودية ولا الإمارات؟ بالكويت. بالكويت. إيه ربعنا شغل كاش. إيه سوق المناخ. يلا يعطيك العافية. هذا عطني رقم جائزتك. قول رقم جائزتي 14. 14. هذا ال 14 ضمنت جائزتك، هذه مخشوشة لك لابدة. وعطنا رقم مفاتيح بعد. رقم شنو عفوا؟ رقم مفتاح. عطني رقم مفتاح. رقم مفتاح 6. ها عندك من 1 إلى 30. من 1 رقم 6.
تبي ستة؟ اي نعم. دام انه مالك شغل بالكرة ما اقدر اسألك يا ابو الجول السادس ولا لا؟ يلا تعال. تفضل. هذا رقم ستة. تعال وياي. والله يستر، خلينا نشوف، تعال يطلع لك شيء ولا ما يطلع لك شيء. هذا ستة. اليوم يقولون الشباب ان في لا والله يصفر فاضي، لكن فس معانا. يلا معلش، فس معانا بكابون مقدم من مستشفى السيف وايضا عطور امل الكويت، عليك بالعافيه. يلا بعد اعطونا. نقول الو. الو مريم. الو يا مريم. الو يا هلا. الو يا هلا، حياك الله خيتي. الله يحييك ومبارك عليك، ما تبقى من شهر علينا وعليك يا ربي تبارك. يلا تعالي كب شيلي رقم وان شاء الله تكون ال 100 دولار الفال تروح لك ان شاء الله. قولي. اشوف الارقام. يلا وياك. وين اروح؟ ستة. رقم ستة. هذا رقم ستة. ها ها ها. ستة ما يطيح، ما يطيح، لا والله ما يطيح. يلا يا مريم. فرصتك الثانية. سهل، هذا وايد سهل عليك. ما هي؟ أعطون، ما هي وحدة، الوحدة الأساسية لقياس وزن الأحجار الكريمة؟ ها؟ الألماس لما يشترونه بشنو يقيسونه؟ كم شنو؟ مريم؟ جرام؟ لا الألماس. لا غيرات. غيرات. اي اي يا مريم. يلا ماشي، تعالي معي نقي جائزتك. بعد اذا الاحجار الكريمه ما تعرفون شلون يوزنونهم بالقيراط. لا رحتوا وشريته وقال لكم 18 قيراط وندفع. يلا اعطيني اي رقم. رقم 19. 19؟ 17. يلا هذا 17. هلا؟ قولي. مريم. جائزتك محفوظة لك. دوب ليها وعطيني مفتاح صح. من 1 ل 30 قولي. مفتاح 15. هذا كبشنا ال 15. يلا تعالي معاي هذا المفتاح. واليوم على فكرة يعني حاطين ما شاء الله الشباب 8 جوائز من اصل 30 صندوق ممكن يتضمنون على جوائز مقدمة من الكترونيات الوزان. بعد قلتي لي 18 قالت ولا 17؟ 17. 18؟ اي رقم نقيته يا مريم؟ نسيتها. المفتاح 15. 15؟ اه اوكي، انا ضيعت اليوم. ايش فيني اليوم؟ 15. اوكي 15. اوكي 15. 15 هم فاضي. عموما فزتي معنا بكابون مقدم من مستشفى السيف وايضا كابون من كافي شوب باستيل، عليك بالعافيه. نطلع بريك سريع ونطل طلع على البرازيل ايش صاير فيهم حاليا. فاصل ونرجع معاكم في هاتريك. ايه وعلي عليهم بعض الناس مصتومين بخمس اقوال، والله يعينهم صراحه. ما شو تعوض، شو تسوي، شو تقول؟ لكن هذا الالمان، الالمان يعني وصولهم الى النهائي ولا نقلبهم برنامج رياضه الحين. هو اسمه هاتريك، يعني الهاتريك هم مو بعيد على الرياضه. عموما نقول الو. الو يا هلا مرحبا، منو معاي؟ زينب. زينب. يلا هذا وصلنا للكاش والنقدي وان شاء الله تفوزين. وهذه يحطونها على الكاميرا. دقيقة لحظة شوي. يلا هذه 100 دولار وعطوها اللعبة. يلا مستعيلة زينب. يلا يا زينب. اوكي بس دقيقة. يلا دقيقتين ثلاث. ركزي. تبتي عدل. ها تكتكي قولي. دقيقة. 100. اخذها ولا لك؟ طاح. 10. 10؟ اي اكيد.
اي اكيد. لحظه، العشرة يبي لها شغل هذه. اسحب العشرة يا ابو علي، اسحب 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 اسحب، ها اسحب، يطيح ان شاء الله. لا، اليوم لعبتنا المانيه ما تطيح. يلا هذه العشرة فوق والالماني صاعدين فوق اليوم. يلا فرصة ثانية، والسؤال يقول: ما هي أكبر بذرة نباتية في العالم؟ أكبر ثمرة شنو؟ نباتية. دقيقة. عودة. في خيارات؟ أعطيك خيارات. جوز الهند. جوز الهند. جوز الهند. ولا البصل ولا الشمام؟ جوز الهند. جوز الهند، اي صح. عدل، شغلك مضبوط. يلا هذه ال 100 دولار مو لك، هذه لي انا، خشيناها. وعطني رقم كابون، اي رقم تبين؟ خمسه. خمسه. خمسه موجود. اليوم وايد جايز لي انا رقم خمسه. خمسه قوال، ها؟ والله مو سهله. يلا تعالي معي، اعطني رقم مفتاح بعد. 12. 12؟ إيه؟ يلا هذه ال 12 اكبش 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 يا ابو علي، وهذا المفتاح رايح حق زينب. زينب بتصيدين جائزه ولا ما انت صايده شيء؟ ان شاء الله. يلا ان شاء الله يا رب. يلا تعالي رقم 12، هذا 12 مفتاح وحطيناه والباب وفتحنا قفله. لا والله فاضي، ما عليه، فزتي معانا لغايه الحين. كابون مقدم من مستشفى السيف، وايضا كابون من كافي شوب باستيل. حلال عليك يا زينب. والكاش هذا النقدي اشوف. نقول الو. عبد الله. الو. هلا ابوي. وعلي شلونك؟ حياك الله. بارك عليك وادي الشهر. علينا وعليك، تبارك. شو اخبارك؟ برازيلي من اول المونديال ولا توك قالب؟ لا والله انا من زمان هولندي. هولندي؟ اي نعم. كم وصلت النتيجة للحين؟ خمسة؟ ستة. لا 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 لا، صارت 6-0؟ صارت. لا لا صارت صارت، شايدة شايدة، ها؟ اي لا تعور. عيل. اي لا تعور، مساكين. عيل دام كذي، الله يعينكم على الألمان. اي دير بالك. يلا. الله يفوتنا من الأرجنتين أول شيء أبو علي إن شاء الله. يلا الله يسهل. انزين. أخيي. 100 دولار يا تروح لك يا احطها بجيبي. تستاهل والي. الله يسعدك. هذه هاك هاي بجيبي، خذها ونقلي رقم. قول. 48. 48. 48 اكيد ان شاء الله. شوفها شوفها فوق فوق فوق. 48 فوق. سوري سوري 48، رحت 28. ايه وايد فوق. الله يهداك. وايد فوق هذه. ايه احلى. كيفك شورتك وهدايه الله؟ على هواك، انا مالي شغل. ها سهله اللي فوق سهله. رد ال 100 بالمخبه. يلا فرصه ثانيه. يلا يا الهولندي قول. شوف سؤال يقول: تفضل. ماذا تسمى المركبات الكيميائيه التي تمنع امتصاص الفيتامين في الجسم؟ ها مادة كيميائية. مادة كيميائية تمنع امتصاص الفيتامينات في الجسم. مضاد حيوي. مضاد حيوي ولا مضادات الفيتامينات ولا مضاد البكتيريا؟ سهل. مضاد حيوي ولا مضاد فيتامينات ولا مضاد بكتيريا؟ مضاد بكتيريا. يا يمنع الامتصاص. افا الحيوي. لا حيوي. اللي يمنع امتصاص الفيتامينات مضادات الفيتامينات. مضاد الفيتامينات. شكلك مو ذاك الزود بالعلوم. اه اه اه. يلا ماشي. ادبي ادبي ابو علي. ادبي عدل. انزين باقي لك اخر فرصه. نقلي مفتاح من 1 ل 30. قول. عشرة؟ إيه نعم. يلا هذه العشرة. وقول إن شاء الله ما تي عليكم 10 قوال بعد. إن شاء الله.
يلا هذا مفتاح رقم 10 وتعال معي للصناديق. يلا هذه 10 اشوف لحظة أوكي. ونفتح. اوه صادها صادها عليك بالعافية الهولندي. لا يصيدها الهولندي. يلا جهاز بلاك بيري زد 10 عليك بالعافية. حلال عليك تستلمه من قناة الكوت في أقرب فرصة إن شاء الله. حياك الله. بعد بعد عطونا حسين. نعم حياك الله. كل عام وانت بخير. بخير. كم عمرك حسين؟ 9. 9 سنين العمر كله يا رب. حسين نقرأ رقم. حسين ها قرب الكاميرا. قربناها. قول قول يا حسين. 16. 16 ايه هذا 16. لحظه يبي له تركيز. 16 نسحب نسحب ال 16 وبدت تلعب. يطيح اذا انت إيه؟ الماني يطيح اذا انت برازيلي ما يطيح. يلا هوب اسحب. ما يطيح ما يطيح. ال 100 دولار لا تزال في جيبي يا الربع. يلا سؤالك يقول حسين. نعم شوف سؤالك سهل واذا في احد يمك خلي يساعدك. فيتامين دال لا يذوب فيه الماء ولا الدهون؟ هي فيتامين دال هل يذوب في الماء ولا الدهون؟ وين يذوب فيتامين دال؟ والله شكلها حلو ال 100 دولار. ايه اسرع في الماء. يا حسين يا حسين يا حسين يذوب في الدهون يا حسين. يلا اخر فرصه لك يا حسين. عطني رقم مفتاح. متكدر حسين شكله برازيلي ها اليوم. البرازيليين وعلي عليهم لا تتابعون خلاص. يلا اي رقم؟ 9. 9 هذا رقم 9 خذناه لحسين. اكبش 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 يا حسين. تعال وهبش تعال اهبش معاي. يلا خلينا نشوف رقم 9 ايش يقول. انا اتصور الحين البرازيليين كل واحد لابد ما يطلع ما يقول انا برازيلي. هارد لك يا حسين. لا والله ما صدتها ما صدتها. يلا فرصه ثانيه. ردز مسجات لبرنامج هاتريك وان شاء الله تشارك معانا ونقول الو. الو اهلا وسهلا. انا فيك عهود. ايه كل عام وانت بخير. انت بخير. يلا يا عهود اخذي ال 100 دولار كاهب مخباتي. اعطيني رقم. قولي يا عهود. 13. 13؟ ايه يعني انت من وصفه اكيد. والله انا ما انصح بالنص لكن هذا اللي اختيارك وانت حره. هذا لا والله شكله 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 شاد ويانا. يطيح ولا ما يطيح؟ يطيح. ما لا ما يطيح ما يطيح. دائما النص شوي يكون صعب. يلا عهود هلا. سؤالك سهل سؤالك حلو وسهل. يقول لك اين ولد الامام جعفر الصادق عليه السلام؟ في مكة ولا المدينة المنورة ولا جدة؟ الإمام جعفر الصادق عليه السلام أين ولد؟ لا يا عهود. مدينة منورة. المدينة المنورة إي صح عدل. يلا بعد أعطيني رقم جائزتك. أي رقم تبي؟ أربعة. أربعة أربعة موجود. يلا يا عهود هذه الجائزة مضمونة. دوب ليها واختاري مفتاح صح. يلا قولي. أربعة هم أربعة؟ إيه. يلا نكبش الأربعة. وفيها هبشة ولا ما فيها؟ عاد الحكي عند عهود. تعالي والمفتاح شو يقول؟ رقم أربعة
اشوف اربعه. ايش يقول اربعه؟ لا والله اربعه ماميش، لا ما حد صادها اليوم، لا صادها واحد. الي فزتي معانا بكبون مقدم مطعم الساحه بالاضافه الى كبون من بلبيري، حلال عليك. وهذه جاهزه عهود وخشيناها لبدناها. يلا نقول الو. الو حسين. الو الو شو اللويه اللي عندك؟ شنو؟ عندك لويه، شو السالفه؟ اي لويه. قاعد تتابعون اللعب؟ اي برازيلي ولا ها؟ حسين. حسين. نعم. برازيلي تشجع ولا وين تشجع؟ لا اي برازيلي. المانيا. كفو. يلا تعال تعال، هذه 100 دولار. كم وصلوا النتيجه الحين لحظه قبل لا نلعب؟ 6-0. ليه 6-0؟ والله قشره قشره. انزين دام انك الماني اي ورني الفوز شلون صاير؟ عطني رقم قول. 6. رقم 6. لا غيره، هذا انسحب منه غيره. 7. حطوا السابع ولا تبي رقم 7؟ حط 7 يمكن يجيبون السابع. حطوا يلا يلا هذا 7. لا والله 7 سهالات مثل الفوز على البرازيل سهالات. يلا 6-6 بس خلاص سحبنا سحبنا. أي. يلا طاح ولا ما طاح؟ ما اسمع. طاح ولا ما طاح؟ لا ما طاح ما طاح، ما يخالف. سؤالك سهل دام انك الماني. السؤال سهل، هل يعتبر العنب من الفواكه الصيفية ولا الشتوية؟ صيفية. صيفي. اي صيفي. يا سلام عليك. عطني رقم جائزة، اي رقم تبي. أقعد ولا أقوم؟ يلا 20 خذوه غيره. 28. لا 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 حدك ليل 20. تبي 19؟ يلا 19. يلا 19 حلو. وعطني رقم مفتاح. مفتاح 28. ما 28 موجود. يلا مستعيل حسين يبي يتابع اللعب مرة ثانية. تعال وياي تعال. يلا تعال أفتح لك 28 عشان تستمتع بالخسارة البرازيلية. معلش فزت معانا لغاية الآن بكبون من مستشفى السيف، وأيضا كبون مقدم لك من أمل الكويت، حلال عليك. حلو بعد عطونا. ألو. ألو. يا هلا مرحبا. هلا فيك. منو معاي؟ مشعل. مشعل. نعم. مشعل شنو جوك؟ ان شاء الله. برازيلي ولا الماني؟ مو متابع. مو متابع؟ زين مريح راسك. يلا عيل تابعنا واربح معانا 100 دولار كاش. مشعل. لمية احطها بمخباتي ولا بمخباتك؟ بمخباتي ان شاء الله. ان شاء الله بمخباك. يلا عطني رقم. قول. لحظة خليني افكر شوي. يلا فكر تكتك على كيفك. ايه 15. لا خذوا منا غيره. 19 ان شاء الله. 19 نقولي. اوه 19 في حكي. 19 حكي. ها ان شاء الله. يلا يطيح ان شاء الله يطيح. اوه لا ما طاح ما طاح ما طاح، ما يخالف. بعد لك فرصة ثانية يا مشعل. ركز وياي، هذا خلصنا منه. ركز وياي، اعطونا السؤال. كم عدد الدول الأوروبية التي تتكلم اللغة البولندية؟ والله سهل. شنو اختيارات؟ بلدة واحدة ولا بلدتين ولا ثلاث؟ دولة ولا ثنتين ولا ثلاث؟ ها واحدة وانت صح. فقط بولندا تتكلم بولندي. وتعال عطني رقم، عطني رقم، اي رقم تبي.
رقم ها من 1 ل 18 13 هذه 13 تروح لك يا مشعل. حلو، دوبل جائزتك وعطني مفتاح وصيدها. 18 المفتاح 18 اكبش اكبش كبشنا حق مشعل مفتاح 18 وتعال تعال يلا 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 18 يقول ولا ما يقول؟ والله هقوتي انه يقول لا والله ما يقول. عموما اقدر اقول لك انك فزت معنا بكبون مطعم الديره وايضا كبون من مستشفى السيف. عليك بالعافيه. ها تبون بريك؟ نروح نطلع على الخساره البرازيليه. 7-0 جد والله؟ 7-0؟ لا 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 هذه تاريخيه اللعبه. لا يبي لها بريك ورادين حيل بريك نرجع. ايه 7-0 ها؟ انا ما اتوقع في برازيلي الحين قاعد يتابع المباراه. الكل قاعد اقول برازيلي اقول هدك من اللعب تعال فوز عوض شوي خذ لك 100 شيء واسيه عمرك باي شيء يا برازيلي. نقول الو نوره. هلا والله. كل عام وانت بخير. وانت بخير الله يسلمك. تبارك عليك ما تبقى من الشهر. علينا وعليك. نوره طالعه شكلك ودايسه مسرعه. ما اسمع صوتك حتى يقطع. الله يهداك انت دايسه 120 شكلك. يلا هدي شوي ركزي معانا وربطي حزام الامان. اوكي. يلا اعطيني رقم عندك من رقم 22 وانت صاعده قولي. 7 من 22 وطلوع قولي. 24. اول لحظه انا ما راح اسحب قبل لا تهدين. هدي 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 لا تسوقيني بسرعه. هدي شويه. يلا اي رقم؟ اي رقم تبين؟ رقم 23. كم؟ 24. 24؟ 23. لحظة اي انا قاعد اسحب 23 لحظة شوي. قاعد اسحب 23 يا يطيح يا ما يطيح. والله اذا 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 ما قاعد طالع وسحبت من النص وطاح صراحة قشرة. لا ما يطيح ما يطيح ما يطيح ما طاح ما طاح. اوه لا طاح. يلا 100 دولار كاش نقدي حلال عليك. لا هذه قشره قاعد طالعه برا ما تتابع وسحبه من النص وطاح. ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله لا اله الا الله. لحظه انزين ركزي معي بالسؤال. يلا وحظها قوي صراحه سؤالها سهل. ما هو رقم الطوارئ في الكويت؟ 112. 112 صح. يلا ماشي خل اقوم. لا فيها قومه خل اقوم. يلا نقوم. يلا عندك من رقم 1 ل 18 اي رقم تبين؟ رقم 5. رقم 5 خذوه. غيره؟ رقم 6. 6 موجود وما يندرى فيها هاتريك ولا ما فيها هاتريك. بعد مفتاح اي رقم تبين؟ 7. 7 لا خذوه 7. غيره؟ 3 موجود. 3 موجود اخذ 3. اي انزين انت الحين للحين فايزه معانا بثلاث جائزتين. اوكي فايزه معانا بجائزتين. المفتاح يا يفوزك بالجائزه الثالثه وتجيبين الهاتريك يا ملع. يا ما شاء الله. يلا قالت رقم 3 هاتريك ولا مو هاتريك يا شباب؟ لا ما يابتها. عموما فزتي معنا ب 100 دولار كاش نقدي وايضا كبون من مطعم الساحه بالاضافه الى كبون من بلبيري. حلال عليك ويلا يا رب يوصلك مقصدك سالمه ولا حد يدوس يا جماعه.
حياك. يلا معانا غزلان. الو غزلان حياك الله. الله يحييك غزلان. هلا. وهذه لعبة جديدة و100 دولار جديدة. غزلان اي رقم تبين؟ شوي قرب على الكاميرا. قربوا لها قربوا لها. يلا عطوها. يلا يلا قولي. ثلاثة. كم؟ ثلاثة. رقم ثلاثة. لحظة لحظة خلنا ندز هذه لأن مضايقكم شوية. أيوة يلا ثلاثة. إيه. أوه ما يطيح ما يطيح لا ما يطيح. يلا ركزي معي. أوكي. سؤال يقول سؤال يقول في أي غزوة استشهد حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماكو اختيارات. غزوة أحد ولا غزوة أحد ولا خيبر ولا وين نقول بعد؟ غزوة أحد. غزوة أحد. أيه. يلا تمام صح عليك بالعافية. وجائزتك أي رقم؟ خلاص خلاص رقم 17. كم؟ 17 خذوه غيره. 10 هم خذوا غيره. 4 غيره. 20. شوفي عندك 18 16 15 خذوه 20. 18. يلا هذا 18 حلو. 18 جائزتك مضمونة. بعد مفتاح 20. لا ال 20 في حكي. خلينا نشوف ال 20 يحكي ولا ما يحكي. هذا 20 وهذا المفتاح والعلم عند الله. خلينا نشوف 20 شو يقول. هذا رقم 20 وافتح رقم 20. اوه حلو صادتها. عموما فزتي معانا اول شيء بكابون مقدم من مستشفى السيف وايضا كابون مقدم من كافي شوب باستيل وايضا فزتي معانا بجهاز الكتروني قيم جدا من الكترونيك الوزان. عليك بالف عافيه اخيتي. ويلا نقول الو بعد. الو منال. الو حياك الله اخيتي. الله يحييك منال. كل عام وانت بخير اول شيء. وانت بخير بعد. ومبارك عليك ما توقف من الشهر يا رب. علينا عليكم ان شاء الله. انزين منال. نعم. هذه 100 دولار كافي؟ 100 دولار كافي ولا ازيد؟ يعني احنا نقول نزيد بس ما راح تزيدون. لا لا شو يلا انت طيحي هذا خلينا نشوف يطيح ولا ما يطيح. ركزي ان شاء الله يطيح. يلا ركزي اي رقم تبين؟ شوف الكاميرا. ها قربنا قولي. ها وين اسحب؟ 15. ايش معنى 15؟ كذي ايش تشيرة؟ تشيرة. ها مصرة ولا بعد؟ لا ان شاء الله 15. مصرة؟ ايه. ها بطلنا ال 15. اسحب ولا تغيرين؟ اسحب. يلا انت قلتي اسحب انا مالي شغل. لا 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 ما صح. لا ها سحبنا ال 15 خلاص راحت. خيرتك وانت ما رضيت تبدلين على راحتك. يلا 100 دولار نرد بالمخبه. يلا سؤالك يقول سؤال ما هي كنيه الامام الحسن العسكري عليه السلام؟ يلقب في ابو من؟ الامام الحسن العسكري عليه السلام يلقب بأبو من؟ يلا باقي 19 ثانية قولي. بو شنو؟ أبو؟ ها أسرع قولي أسرع. راح الوقت. راح الوقت. لا ما بغيت يروح الوقت. أنا بغيت تقولين بس أي شيء. عموما يلا باقي فرصة أخيرة.
وركزي، ترى باقي بالصناديق سبع جوائز، لا مو سبعة، ستة، باقي ست جوائز. اختاري مفتاح وإن شاء الله تطلع للجائزة. قولي. إن شاء الله. أي رقم؟ 24. 24 موجود؟ لا موجود. أكبش؟ أكبش. كبشنا ال 24. هذا المفتاح وراه آخر مفتاح راح ينسحب، آخر اتصال راح يكون وراك، وخلنا نشوف. 24 إن شاء الله ما تطلعين وإيدك فاضية، بس إذا الصندوق فاضي بعد ما باليد حيلة. أفا لا والله فاضي، يصفر. أوكي هارد لك، ودزي مرة ثانية مسج على برنامج هاتريك وإن شاء الله فالش طيب. نقول ألو. ألو. مبارك آخر اتصال ويانا. مبارك. هلا هلا حياك الله. جوك برازيلي ولا ألماني؟ لا جوي أرجنتيني إن شاء الله بكرة مو اليوم. أرجنتيني؟ أرجنتيني والألمان لنا إن شاء الله على النهائي بخير إن شاء الله. تابعت اللعب اليوم؟ قاعد تتابعه؟ تابعنا اللعب. كم النتيجة؟ 7-0 مساكين، نيمار مو موجود أكيد يخسروا. الفريق كامل واقف على نيمار، هذا حكي. اي طبعا ما يصير. اللعيبه هذا مو شيء، البرشلوني هذا. وين البرازيل قبل وين؟ شو نسوي بعد؟ حظهم. والله خلينا نشوف الارجنتين شو تسوي عيل. اوكي يلا انزين، دام انك اخر اتصال هذا الكاش بحطه مخباتي. يا تسحب منه 100 يا ما مش، عطني رقم. اعطيك رقم. ها؟ نشوف بس الأرقام. على راحتك يلا. اعطيك رقم. الوقت كله لك. تكتك. نشوف رقم 9. 9. 9. يلا أنا وياك ها، أسحب. لحظة. أسحب. شوفه. شايف وياي ولا لا؟ وياك. أكيد. أكيد. والله انت اللي قلت اكيد، انا مالي شغل. اوه شوي حركة زيادة يمين يسار شوي من عندك. ها قلنا لك قاعد احاول وياك. ها اخر متصل افا. لا ركز ركز زين، عندك فرصة ثانية. الفرصة الثانية تقول لك في اي عصر عاش الشاعر دعبل الخزاعي؟ خلينا نسمع مرة ثانية. دعبل الخزاعي الشاعر عاش في العصر العباسي ولا الأموي ولا العثماني؟ ما في اختيارات؟ قاعد أقول لك دعبل الخزاعي بالعصر العباسي ولا الأموي ولا العثماني؟ العباسي. العباسي نعم نعم صحيح، العباسي صادها. خل أخذ هذه وياي دام آخر اتصال. انزين عطني رقم. أي رقم جائزتك؟ الجائزة آخر واحد مو شذي؟ آخر واحد 16. تبي؟ بس 16 الموجود؟ لا في 16، 15، 12، 11، قول. يلا 16 توكل على الله. يلا توكل على الله 16. دوبل جائزتك ونقلي مفتاح، قول. أسرع. من 1 ل 30 قول. من 1 ل 30. ايه ثلاثين. ها ناخذ رقم 2. رقم 2 خذينا رقم 2. يلا تعال وياي تعال وياي، اسرع 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 اسرع. اخر اتصال ويان، خذينا رقم 2 وافتح. لكن رقم 2 يقول لك ماميش فزت معانا بكابون مقدم مطعم الساحه، بالاضافه الى كابون من عطور امل الكويت. تحياتنا لكل الماني، وايضا يعني العزاء للبرازيليين اليوم. راح نطلع ونختم معاكم حلقتنا على امل اللقاء فيكم باكر على خير. تحياتي انا حسن البحراني ومخرجنا يحيى اشكناني، نلقاكم على خير باكر، في امان الله.